شفتوا هاد لاغوسيت؟ كيكون راح عليا الحال نتاع بصح في رمضان ولا نهار نكون عيانه نديرها، ديروا لها حفظ وتسجيل باسكو راني متاكده بلي غادي تفيدكم. تابعوني. في معون نكسر 3 بيضات ونتبلهم بالملح الفلفل الكموس كنجبير الثوم الموتارد والمعدنوس، نزيد لهم الفارينه ونخلط كل شيء مليح حتى تحصل على هاد العجينه اللي غادي نرمي فيها شرايح دجاج. هنايا درت صدر كومبلي ونخلط الدجاج مليح مع التتبيله. اذا كان عندكم الوقت خلوها منقوعه بالقلاه زوج سوايع في الفريجيدر، واذا كنتم قلقين طيبوها تمتم. نفوت طريفات الدجاج في لاشابلور، وهنا رماركيتو بلي اختصرت خطوه الفارينه وخطوه البيض في خطوه واحده كي استعملت هذيك العجينه تاع البديه. هاد لاستيس غادي تختصر عليكم الوقت الفوضى والمعين، قلت لكم بلي بازيت على السرعه في هاد لاغوسيت. ولا بانيور بهذه الطريقه تجي مقرمشه اكثر وبنينه. دايوغ راكم تشوفوا النتيجه قدامكم مور ما قليتهم. ودرك غادي نفوت لاصوص فوغستيغ. غسلت المقله حطيت فيها شويه زبده ونقطع النص بصيله. انا هنا استعملت البصل الخضر، نقلي شويه ونزيد له شويه ثوم، نقص عليهم ونجيب لي شامبينيون دو باري نمسحهم ونقطعهم خشن، نزيدهم يتقلاو مع البصل والثوم. وهنا وباش نبنن لاصوص فوغستيغ تاعي نفتت عليها مكعب جومبو دجاج لمزيد من البنه كالعاده. ملاحظه، تقدروا تستعملوا الفطر المعلب بصح البنه تاع الفخيق قوي اكثر وبارفومي. وهنا ومن بعد ما تقلى الشامبينيون مليح نديكلاسي بكاس ما ونعقد بكاس كريمه الطبخ، ونفيناليزي بمغرف صغيره تاع موتارد تكسر البنه القويه تاع لاكريم ليكيد. وكي تعقد مع الصوص فوغستيغ نزيد عليها رشه معدنوس، ونجيب هاد لاصوص البنينه والمركزه ونقدمها مع ليسكالوب دو بولي باني بهذه الطريقه، والباقي تاع لاصوص نديرها في اون سوسيير. ننصحكم تجربوها في رمضان. على بروشين.